Lemon. هيدا اه سير هيدا باش تخرج جامع راه جامع. اذا حنا في دوار برغا في وسط دوار برغا، هاد الدوار اللي كتولد فيها واحد المرجة ايكولوجيه مهمه، في كتولد فيها بعض الانواع ديال الطيور، وكذلك بعض الحياه البريه مهمه، ولكن فيها تدخل يعني ديال الساكنه فعل الرعي الجائر، وكذلك كلاب ضاله اللي كتعدى الحيوانات كتعدى على الطيور. حنا دابا في الطريق لبلاد صخر، هاد الطريق من هنا كاين واحد الطريق حتى هي غير مسلك، مسلك كيمشي ل المرجى ديال بلاد صخر. والله ما دابا من هنا تما خصك. حنا في الاتجاه ديال مرجع ديال بلاد صخر، هي كذلك موقع ايكولوجي اللي كتهضر له الطيور ومجافية بعض الحياة البرية. دابا هذا التصور ديال الناس، هذا في الخرجة ديال دوار برغا حيت كتجه شمال شمالا اتجاه البحر. الى حال حتى واحد حافظ عليها تبقى مجموعة هكا انا قصرت فيها. اذا المعلومه الجديده هو ان هذا الموقع ديال موقع الايكولوجي ديال البرغا هو تابع للاراضي السلاليه، في مجموعه الاراضي تابعه لبعض السكان ديال الدوار. اذا هذا مطرح المشكل ديال الاستغلال ديال هذا الموقع هذا في المستقبل. الصحه العامه لا باش تبقى، لكن كيقولوا هما كذلك انه تابع للجوده. اذا هناك معلومات متضاربه حول يعني الملكيه ديال الموقع لمن كترجع. بالنسبه للطريق وديك الشيء الناس ما كيهضروش الطريق، الطريق ما كيهضروش الناس تدخل الطريق وديك الشيء وهذايا. قول لي بالنسبه للطريق شحال ما كيهضروش الناس على الطريق الدخول وديك الشيء. الطريق وانا اخو ما كيزيد هذا، عرفتي الفضيحه اللي داروا لنا هذا الكلاب هذا ديالكم جاو حتى عندنا العري. ايه وانا نهضر معاك، داروا الفضيحه لهاد حيت دابا الموسم ديال التزاوج بيناتهم ولا لا؟ انت فلاح انت خصك تقول لي. دابا هاد الموسم هذا ديال التزاوج بيناتهم كيتزوجوا بيناتهم. ايوا هذا جاو من هاد الزوايا كل يوم دخلوا للعريس. شنو هما الزوايا؟ والكلاب. لا والو والو انت منين مرجل وراتك؟ مرجل لك تقرب شي هذا المرجل وهذاك السما اللي كيبان لك كحل كامل كيكون مرجل، كامل كيكون مرجل. راه حنا غنوصلوا ليه ان شاء الله ونشوفوا مرجل في شي هذا كيف ديال حتى فين وفين وحاطي حاول لا باقي. ايوا راه هذاك النوار دابا كامل شي وحده تاع حارة مزيان. ارنا شي فايز الحرشه. كيتعني له الحرشه زعما الحرشه. رمال. سيني بس
راه هاد النباتات تاتي بس في الصيف فوقاش تم فوقاش دابا تم السيء عليها والسد الكره. شوف المعمل 7 سنوات تقريبا حوالي 7 سنوات 7 سنوات تقريبا. اذا هذه هي اللي كانت كتصنف من ضمن المحميات يعني مرجى تنتمي الى مركب نجد الرمل يعني مصنفة برمصار يعني كانت تصنف من الناحية الإيكولوجية ومنطقة رطبة إلى يومنا هذا. شكون هو اللي تبين الرطوبة ديالها؟ هي وجود الماء. الماء شي حاجة تنقولوها رطبة يعني عندها ارتباط بالماء. هذاك الماء تيقدر يكون سطحي دابا ولا ما بقاش سطحي ولا باطني ودابا شوية بشوية بشوية تيبقى ينزل. اما هنايا واش كاين شي حلول ممكنه في هذا رغم ان ممكنه هو توعيه الساكنه وواحد التدخل هذا بالاميه ديال المرجى وحلول هو يدخلوا الماء ديال السقي الى المنطقه ويتخلوا على الاستنزاف ديال الثروه المائيه ديال اللي كانت